حفلة في هذا اليوم كبيرة. شكر لله أولا وأخيرا وللأهل جميعا. صراحة اللحظة هذه لحظة كلنا كنا ننتظرها، مرينا بجيرني طويلة ممتعة بحلوة ومرها، فيها ups and downs كثيرة، تعرفنا فيها على ناس أكثر من رائعين. اليوم شعور جميل إن حفلة التخرج حقتنا، فإن شاء الله يكون يوم سعيد لي ولأقاربي. شكراً لكل من دعمني. الرحلة كانت رحلة رائعة وأكثر من رائعة، تعرفنا فيها وتعلمنا فيها كثير، وكل الشكر صراحة لكل إنسان دعمني، بداية زوجتي وأهلي وزملائي في العمل. رحلة مميزة بطريقة عجيبة، كل الناس اللي حتخرج معهم جداً سعيد أني حتخرج معهم. طبعاً هاي التجربة جداً مميزة لأنه ساعدتني في تطوير نفسي، والحمد لله تعرفت على نخبة متميزة من الطلاب والدكاترة. نقف معا لقطف أحد ثمار رؤية المملكة 2030 وما تحمله من طموحات لمجتمع حيوي متين قوي بعز وعزم وطموح شبابه. It is my pleasure to honor and celebrate the 2018 and 2019 graduates of the MBA program at the Prince Mohammed bin Salman College of Business and Entrepreneurship. أشعر بالفخر والاعتزاز لما وصلت إليه الكلية من مكانة وما تحمله من رسالة وما تمثله من دور لتحقيق رؤية المملكة في الارتقاء بمستوى التعليم. I call upon all of us to create conscious businesses that have higher purposes, serving, aligning, and integrating our interests with the interests of our nation as a whole.